السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله ننقل اتصال، لكن هذا الاتصال بغرابة من احد الوهابية ببرنامج سؤال بريد الحاج وعد اللامي. مبدئيا اتمنى انه تشتركون بقناة الحاج، وايضا تنشروا قناة وتردد الحجة الفضائية. هذا المتصل يقول بكل بساطة: انا كسني اذا حضرت المعركة بين الامام علي عليه السلام وبين معاوية بالتأكيد ساقف مع الامام علي عليه السلام. الحاج وعد اللامي ينقض او يسأله: هل ستقتل طلحة؟ بكل بساطة يقول: نعم اقتل طلحة، اقتل الزبير، اقتل جميع شخص يقف ضد الامام علي عليه السلام ويقف مقابل الامام علي عليه السلام. ولهذا السبب قلت انه هذا الاتصال هو اتصال غريب، كيف لشخص سني يقاتل شخص مبشر بالجنة، يقتل الزبير، يقتل طلحة، كيف لهذا الشخص يقوم بهذا الفعل؟ بكل بساطة وبكل اختصار، هذا الشخص نقض هذه العقيدة المبنية على أن الصحابة هم مبشرين بالجنة، ويسأل مباشرة: من الذي قتل الإمام الحسين؟ خلينا نستمع إن شاء الله لتمام الاتصال، وبعدها نعرف شنو المغزى من كلامه ومن سؤاله: من قتل الإمام الحسين؟ تفضل أخونا فهد، تفضل. السلام عليكم. كم سلام ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز، أنت الولاية مخلينا كان حكم. نعم. أنت مخلين الولاية. أنا كسني، أنا بقول لك كسني. لو حضرت معركة، لو حضرت معركة سيدنا علي ومعاوية راح أقف مع سيدنا علي. أنا كسني بقول لك. توقف ويا سيدنا علي. أحسنت. أقف سيدنا علي. وتقتل طلحة. وبقتل 100 طلحة، وبقتل 100 زبير، وبقتل 100. أنا واقف مع سيدنا علي كويس، وراح أحارب مع سيدنا علي. لكن سؤال لكم أنتم: من قتل الحسين؟ اللي قتل الحسين هو شمر بن ذي الجوشن، وكان القائد هو سعد، كان القائد عمر بن سعد، وبأمر من عبيد الله بن زياد اللي هو والي يزيد ابن معاوية. شوف الشيعي مباشرة يجاوب. نظل مش مكانه من شيعة علي ولا تنكر؟ من شيعة هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، يعني عمر بن سعد شيعي. عمر كلهم شيعة، اللي تعديتهم كلهم شيعة. شيعة سيدنا علي. يعني عمر بن سعد شيعي. عمر بن سعد شيعي. عبيد الله بن زياد، لحظة، عبيد الله بن زياد شيعي. شيعة علي. وارجع لكتبك ومصادرك وإن شاء الله راح تأخذ الحق. نقطة 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 نقطة، هذا الحوار جميل. نقطة نقطة. يا أخي لا لا لا، اسمع، أنا من طبيعتي أسحب الكتاب وأوريك الكتاب. أعطيني من التراجم أن عمر بن سعد كان من الشيعة، وأن عبيد الله بن زياد من الشيعة. تفضل. وشمر من الشيعة. وشمر من الشيعة. تفضل. طيني. وأنا أجيب لك المصادر لأني أنا مش موجود بالبيت، أنا بخارج البيت. متى؟ لا. لحظة، وقف 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 وقف. متى تأتي بالمصادر؟ أنت هسه العمائم عندكم بالعراق. لا لا لا، أصبر أصبر أصبر. متى تأتي بالمصادر؟ شوف لما حصرتك الآن، لما حصرتك رحت للعمائم وإيران هي السبب. بعد شوي راح تقول لي متى تأتي بالمصادر. خلينا نرجع للقرآن. أعطيني رأيك عن القرآن. لا عندك هسه لا المعصوم لا سيدنا المهدي ظاهر، اللي بالسرداب مش ظاهر. إذا القرآن موجود، خلينا ننسى كتبك وكتب. شوف كتب شوف إخواني إخواني أصبر يا أحفاد أخفاد، تريد تناقش ولا تريد الغلبة؟ شوف الآن خلا خدمك يا أخي، خلا خدمك خلا خدمك. أصبر أصبر بس إهدى، أنتم ما أعرف شنو فيكم، الله يبقى إهدى هدوء، إحنا أخوة. شوف الآن كم موضوع قفزت. لا إله إلا الله، لحظة يا أخي. قفزنا من موضوع الولاية إلى موضوع علي بن أبي طالب، إلى موضوع من قتل الحسين، إلى موضوع أن طلحة والزبير تقتلهم، وانت زين هذا اعتراف منك، سمعتم اخواني؟ يقتل طلحة والزبير اللي هم مبشرين بالجنة. يعني يا طلحة انت لحظة يا طلحة انت مبشر بالجنة واقصك، يا زبير انت مبشر بالجنة واقصك، هذا شيء جيد.
قفزنا لا 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 حجمه بهالشكل لا هو يقتله على مود يعجل بيه للجنه يريد يروح للجنه بسرعه شويه خوش وسوى زين يعني خوش خرجت من هذا الموضوع رحت لي الى موضوع الشيعة وقتلت الحسين قلت لك اعطيني المصادر قلت ما عندي المصادر طب متى بكره اعطيني موعد بكره تجيب المصادر بكره بعطيك من كتبك من انا قريها كتبك زين اعطيها من كتبك خلاص هذا واحد واحد منك بس هدوء 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 بابا نقطة 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 اسمه انت انا بس نقاش خفيف خفيف ماشي احنا نساوي تحدي مين فائز مين خسران بس خلينا نقطة نقطة لا انا تكذبك ولا انت تكذبني احنا اخوان زي ما تفضلت وانت رجل محترم ورجل فاضل ورجيني شيعي واحد من علماء الشيعة بناقش مسيحي وانا تحداك تحدي اذا تعطيني نقاش يهودي او مسيحي او ملحد مع شيعي انا اتحداك تحدي لكن انتم ما بتجادلوا غير اهل السنه طيب. بتجادلوش غير طب سالتني شوف شوف اخفاد اخفاد لا لا ما في دقيقه ما في دقيقه يعني انت قلت تعطيني واحد يناقش المسيحيين وبعد ذلك انت جاوبت عني هذا ظلم يعني انت تسالني وانت تصير وعد وانت تجاوب عني والنوب تنتقل الى موضوع ثاني هذا ظلم من تسالني انا اجاوب اكتفي اعطيك الدور هذا هو الحوار الحضاري واضح فاهدأ الله يبارك بيدك تقول اعطيني واحد يناقش هذول اثنين امامك يناقشون واحد اسمه وعد اللامي وواحد اسمه ميثم الموسى ومناظراتنا موجودة منشورة على الانترنت اصبر نقطة نقطة واما من الاقدمين فالشيخ البلاغي ناقش الان علمائنا اللي موجودين كلهم يناقشون ثم بعد كل هذا أقول لك الآتي يا أخي الكريم اسمع النصارى يقولون أب وابن وروح القدس ثلاثة في واحد أنتم تقولون أصبع ويد ورجل وحق وساق وعضد وصدر ووجه وعين وفم ومعرف إيش كلها في واحد فالنصراني للوهابي شوية أهدى من الوهابي النصراني عنده ثلاثة أنتكم كل واحد عندكم الله مسوي الله وكيلك مسوي أعضاء تركب إيد منا تجيب إيد منا تجيب أصبع منا ويصير الله عندكم هذا اللي سؤال سؤال لك حجينا الله عليك حجي الله عليك هذا العمر الطويل هل يوم من الأيام في مناظرات المسيحيين سمعت مسيحي مناظر مسيحي استدل عليك بعقيدة من عقائد الشيعة أو رواية من روايات الشيعة تعتبر مشينة أو مخزية أو مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله أو مسيئة لأمهات المؤمنين أو مسيئة للذات الإلهية هل يستدلون بروايات الشيعة أم بروايات السنة وأقوال علماء الوهابية بالله عليك خلفتك الآن أمام آلاف المشاهدين سيدنا الله يرحم والديك الأمر واضح هم يستدلون لأن هذه المخازي وهذا الفيلم اللي ألفوه أنا ما أريد أذكر اسم هذا الرجل وعندي الفيديوهات اللي أظهر على قناة ما أريد أذكر اسم هذا القناة اسمه فلان على حال زكريا المهم هذا جاء فماذا فعل؟ جاء بصحيح البخاري ومقطع من الفيلم بصحيح البخاري ومقطع من الفيلم لأن أنتم أخزيتم الأمة أنتم جعلتم النبي محمد صلى الله عليه وآله يبول في الزبالة هو واقف عايف الدنيا كلها وراح للزبالة بالمزابل يبول واقف أنتم قلتم أن النبي صلى الله عليه وآله يصعد إلى شواهق الجبال لكي ينتحر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الله يقول هو يريد ينتحر أنتم قلتم أن عمرو بن ميمون كانت قردة زانية فرجموها وقرد سل يده من القردة سلت يدها من تحت زوجها وراحت القرد فالقرودة رجموا القردة وأنا رجمت معها وأنتم قلتم أيضا أن النبي محمد صلى الله عليه وآله يسب ويلعن الناس بدون سبب فصورتم أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله سباب لعان أنتم قلتم أن عمر بن الخطاب هو أعلم بالشريعة من النبي عندما قال النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يصلي على المنافقين فجذبه عمر بن الخطاب وقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين أنتم قلتم أن المراقص كانت في بيت النبي صلى الله عليه وآله ودخل أبو بكر قال أها مزمارة الشيطان في بيت النبي
كان مستنكرا لهذا، واذا بيدخل عمر ويدخل ابو بكر ويدخل عثمان، وما هربنا الى ان جاء عمر بن الخطاب فهربنا الجواري، فقال اي عدوات الله تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انتم قلتم ان الشيطان يفر من عمر ولا يفر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، انتم قلتم ان النبي قتل هؤلاء الذين سمر أعينهم، وانتم قلتم أن النبي صلى الله عليه وآله مسحور وكان ستة أشهر يضرب خيالات، يأتي النسوان ولم يكن يأتي النسوان، يعني النبي يضرب خيال على أساس جايب وحدة وهو لم يكن يأتي النسوان صاحب خيالات. أنتم قلتم أن الصحابة كانوا يبصبصون، كانوا يأتون على عندما قال علم المستقدمين منكم والمستأخرين، كانوا يأتون في الصفوف الخلفية ليروا صحابية جميلة شكلها جميل ويباوع من تحت أبطها هكذا حتى الله أكبر وينظر إلى أبطها، وكان كانوا يضحكون والقلب. أوضحها شلون يباع؟ شنو الطريقة اللي يباع؟ من تحت أباطهم. أنت شو تريد؟ تريد الآن أمطرك بوابل من مما يشكلون عليك؟ الآن شوف إخواني، شوف الظلم. إحنا موضوعنا الغدير ولاية للأمر أم محبة ونصرة؟ تركوا كل الموضوع ويحجون في كل شيء إلا في الموضوع. الحسين والقتل راح يجي الإمام الحسين عليه السلام سوف نأتي. فالآن أخونا فهد، وين راح فهد؟ خليت فهد حج تريد يعني؟ طيب راح فهد راح. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتوا أنه هذا الشخص يريد أن يثبت أن الشيعة هم الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام، لذلك سأل الحاج وعد الله من الذي قتل الإمام الحسين؟ جواب الحاج وعد اللامي انه الشمر عمر بن سعد وايضا عبيد الله بن زياد الوالي لدى يزيد، ومباشرة يقول هذا الشخص انه هؤلاء الاشخاص هم شيعة. نقول في هذا المقام رد دائما ما نكرره، ان الشخص الذي يقاتل اهل البيت عليهم السلام، الذي يعادي اهل البيت عليهم السلام، الذي يقاتل الامام الحسين يسبي نساءه، هذا الشخص بالتأكيد ستنسلب منه شرعية أو اسم الشيعة. هذا الشخص وإن كان شيعي، بمجرد قتل للإمام الحسين، بمجرد خروجه لقتال الإمام الحسين ينسلب منه اسم الشيعي. افهموا يا وهابية، كيف تطلقون على أشخاص قتلوا الإمام الحسين عليهم السلام وقتلوا الأئمة باسم الشيعة؟ الشيعي هو الشخص الذي والي أهل البيت عليهم السلام، وأنتم تقولون أن الشيعة هم شديدين الولاء إلى أهل البيت عليهم السلام، فكيف يكون شديد الولاء وهو بنفس الوقت يقتل الإمام الحسين؟ دائما المتناقضات تجتمع باتصالات الوهابي. ومع ذلك الحاج وعد اللامي سايرة وقال له أعطني من التراجم، من التراجم أن عبيد الله بن زياد وأن عمر بن سعد هؤلاء من الشيعة. هذا الشخص يقول أنا خارج البيت، ليس لدي هذا البحث الذي ينص أنه في كتبكم عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد هؤلاء هم من الشيعة. ننتظر إن شاء الله باتصالات أخرى يبين هذا الشخص، يبين أنه هؤلاء الأشخاص هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. لكن كيف يكون شيعي ويقتل أهل البيت عليهم السلام بنفس الوقت؟ لا نعلم حقيقة، لكن سننتظر إن شاء الله. وبالتأكيد عندما نتحدث عن الوهابي نتحدث عن القفز على المواضيع. هذا الشخص يقول بكل اختصار أنه لماذا أهل البيت عليهم السلام لم ينذكروا، والولاية بصورة عامة ولاية أهل البيت لم تنذكر بالقرآن، بعدها ينتقل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بعدها يقول أنتم يا شيعة لماذا لا تناقشون المسيح، لماذا لا تناقشون اليهود، لماذا لا تناقشون اللادينيين، لماذا تناقشون فقط أهل السنة والجماعة؟ وجواب الحاج، والإنترنت حقيقة يكذب هذا الموضوع، فقط اكتب الشيخ أحمد سلمان تطلع لك حواراته، اكتب السيد ميثم الموسوي تطلع لك حواراته، اكتب الحاج وعد اللامي، اكتب أبو كريم، الشيخ أحمد الجعفري والعديد والعديد من مشايخ الشيعة ومحاورهم يناقشون المسيح، اليهود، اللادينيين. ولكن أنتم يا وهابية مثل ما اختصرها الحاج وعد اللامي بكلمة رنانة إن شاء الله راح أنقلها بفيديو مستقل، البخاري ومسلم هم الذين أساءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله،
والأفلام والمسلسلات التي تنتج لتشويه صورة الإسلام وصورة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هي نتاج وهي سيناريو مكتوب في البخاري ومسلم وفي كتبكم. نرجع إن شاء الله بفيديوهات أخرى وملخصات أخرى واتصالات أخرى لهذا البرنامج القيم، وفي أمان الله.